دلوقتي هنقابل عباقرة مصر، أطفال في عمر 3 أو 4 سنوات على الأكثر، يتحدثون في الجغرافيا والكيمياء والكواكب الشمسية وغيرها من العلوم التي لا يخطر على عقل بشر أن يتحدث بشأنها طفل في مثل هذا العمر. صاحبة هذا الإنجاز فتاة شابة اسمها ماجي الحاج، وبالفعل تجربتها في تعليم هؤلاء الأطفال تستحق أن تروى في برنامج الجدعان. خليكم معنا. اللي هتشوفوه دلوقتي عجيب فعلا، وممكن لو اتحكى ما يتصدقش. أطفال عمرهم ما يعديش 4 أو 5 سنين بالكتير يشرحوا لك خريطة العالم بالتفصيل بالقارات والدول والعواصم والأعلام، ويكلموك عن رموز العناصر الكيميائية وترتيبها، ويحكوا لك عن المجموعة الشمسية والكواكب وجسم الإنسان بالتفصيل، يعني الأعضاء ووظيفة كل عضو وغيرها من الحاجات اللي ما تتصدقش من أطفال في أعمارهم، ويمكن إحنا كمان ما نعرفهاش. اتفرجوا واحكموا. رودي، ممكن تقولي لي علم دولة إيه ده؟ نيجيريا. أبوكا. طيب علم دولة إيه ده؟ أنجولا لواندا. أنجولا لواندا. ماشي يا مريم، ممكن تقولي لي علم دولة إيه ده؟ نيجر نيامي. النيجر نيامي. طيب وعلم دولة إيه ده؟ جنوب أفريقيا، بريتوريا وبلوم فونتين وكيب تاون. يعني كده جنوب أفريقيا ليها كام عاصمة؟ 3 عواصم. عارفين ايه المجموعة اللي قدامنا دي؟ الشمسية. المجموعة الشمسية بتتكون من ايه؟ كام كوكب؟ بيدوروا حوالين الشمس في مدارات محددة. طب تقولهم لي من الأقرب للشمس للأبعد عنها هم مين؟ عطارد، الزهرة، والأرض، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس، نبتون. طيب ممكن مع بعض بسرعة نقول عطارد علشان هو قريب من الشمس بيكون ماله؟ حر جدا الصبح وبرد جدا بالليل. يعني هو كده سخن ولا بارد؟ سخن. طب نطفي وكده؟ كده بارد. كده بارد؟ تمام. تاني كوكب، كوكب مين؟ كوكب الزهرة. الزهرة بنسميه بنجمة الصبح أو نجمة الليل علشان كوكب لامع، علشان هو كوكب لامع وأسخن كوكب وبنقدر نشوفه في الشروق والغروب، فعشان كده بنسميه نجمة الصبح أو نجمة الليل. تمام. تالت كوكب، تالت كوكب الأرض. برافو عليكي آدم. اللي بيعيش عليه كائنات حية، بيعيش عليه كائنات حية كوكب الأرض اللي احنا عايشين عليه. طيب الكوكب اللي بعد كده المريخ بنسميه بالكوكب الأحمر، كوكب علشان تربته وصخوره لونهم أحمر. اللي ورا الشيء العجيب ده بنت جدعة اسمها ماجي الحاج، اتخرجت في كلية السياحة والفنادق، وبدأ الموضوع معاها بالصدفة. ابنها الطفل آدم بيستجيب لأي معلومة تتقال قدامه، بتتحفر فعاله لدرجة إنه بقى عنده شغف بالمعلومات الجديدة وفي مختلف العلوم، وبقى عايز يتعلم ويفهم مش يحفظ. وبدل ما تخاف على ابنها وتقفل عليه أحسن يتحسن، قررت تعمم الفايدة. اللي احنا شفناه النهاردة ده شيء غريب جدا، ممكن حتى صعب إن احنا نقدر نستوعبه. طفل عمره 2 أو 3 سنين بيتكلم في الكواكب الشمسية، بيتكلم في الكيمياء، بيتكلم في جسم الإنسان وكيف يمكن أن يركب أو كيف خلقه الله سبحانه وتعالى. الجغرافيا. الجغرافيا على رأيك. كل ده شيء غريب جدا شفناه النهارده، منهج فريد من نوعه، والغريب جدا ان الاطفال نفسهم مستمتعين بيه وقدروا ان هم يتجاوبوا معه. اللي عملت ده كله بنت صغيره جدا اسمها ماجي الحاج. ماجي مش قادره استوعب لغايه دلوقتي ان انا اشوف طفل في السن ده بيعمل ده، عارف الاعلام والدول والعواصم والخرائط وبيتكلم في الكواكب الشمسيه. عملت ده ليه وازاي؟ وإيه المجهود الفظيع اللي اتعمل ده؟ تمام. أنا عملته علشان أعلم ابني، يعني أنا كان هدفي أن أنا أطور من ابني ومن تعليم ابني. فلما لقيت ابني بدأ يتجاوب معايا
بدأت أديله معلومات أكبر من الحاجات اللي خدها، بدأت أتوسع، بدل ما كنت بديله جغرافيا بس أديته مجموعة شمسية، فبدأ الموضوع يكبر معي. أنا علمت ابني وخد الحصيلة اللي ظهرت قدامنا، فبدأت أرتب أفكاري ونزلت طبقتها مع الحضانة، والأطفال زي ما أنتوا شفتوا مبهورين يعني، ويعني مركزين ومستمتعين فعلا جدا، والموضوع من مش صعب ولا هو حاجة تقيلة بالنسبة لهم، لا الموضوع كان سهل جدا معيهم. ماجي الحاج بحثت على الانترنت وتعمقت وقررت تكتشف قدرات وذكاء ولادنا وتفجرها، وعملت منهج مصري خاص بيها يتدرس للأطفال في 120 ساعة، وفعلا بيتحولوا بعدها لعبقرة، واستعانت في منهجها بمنهج عالمي لخبير التعليم الدولي دومان، وعرضت مجهودها على حضانة صغيرة اسمها جرين فالي في مدينة مايو، فتحمسوا للفكرة وقرروا يخوضوا التجربة معاها من جديد. أصل اللي تعلمه آدم كان مبهر فعلا. دلوقتي معانا آدم هيعرفنا على باقي الدول على خريطة أفريقيا. ممكن تقولي دولة مصر فين؟ وعاصمة مصر إيه؟ القاهرة. طيب فين موريتانيا؟ إيه؟ موريتانيا؟ موريتانيا مصر. طيب غينيا بيساو؟ تمام. خليني أسألك دلوقتي، أنت علمتي آدم وابنك ما ربنا يحفظه لك، وآدم قدر يستوعب منك كل اللي انت عايز تدهوله. تمام تمام. الموضوع دلوقتي خرج برا آدم بقى، في أولادنا قاعدين حواليك وبيحاولوا يتعلموا منك. تمام. أنا شايفك مديالهم منهج، المنهج ده عملت إزاي؟ المنهج ده أنا رتبته، أنا كنت مع آدم مش مرتبة بالشكل ده خالص. يعني أنا كنت مع آدم بديله، طبعا عايزة أجرب بشوف هو هيستعيب أصلا، طفل عنده سنتين ونص. انت بدأت معه عنده سنتين ونص؟ ما شاء الله عليك. فسنتين ونص، فلازم أبدأ أدخل وأجرب. بعد كده رتبتهم، يعني بدل ما كنت بدأت بالجغرافيا، لا أنا هرتب، هدي الأول المجموعة الشمسية وانزل من الكوكب الأرض على قارات، فكده بيبقى فيه ترتيب. فبدأت أرتب المنهج. على حاجة غريبة شوية، أنا والدي ما شاء الله يعني الله يرحمه حافظ القرآن وعمره 7 سنين قرآن كاملا. تمام. كنت بشعر بالذهول العبقرية دي. أنا أدركت دلوقتي إن في السن ده ممكن فعلا يحفظ حاجة زي كده. أيوه بالظبط. ها؟ وكل ما كان أصغر كل ما هيبقى الاستيعاب والحفظ أحسن والفهم أحسن. ممكن أبدأ مع ابني عشان يبقى كده من سن كام؟ يعني ممكن، علشان الأطفال ما بتنزلش حضانات غير من سن سنتين، قليل قوي اللي بينزلوا من أقل من كده. تمام؟ فبنبدأ من سنتين وده النورمال. لكن لو عايزين نبدأ من قبل، يعني قبل السنتين، ممكن نبدأ من سنة، ممكن نبدأ من قبل سنة كمان. قبل سنة ازاي؟ هيتكلم في المهد؟ لا مش هيتكلم في المهد، هو مش هيتكلم. هنعمل المعجزة. هو مش هيتكلم، بس هو هيفهم اللي أنا بقوله، هيطبقه لما يبدأ يتكلم. دي نظريات عالمية؟ دي نظريات عالمية من العالم جيلين دومان، قال إن الطفل بيبدأ يقرأ وهو عنده 18 شهر. 18 شهر ده يعني سنة ونص. سنة ونص ده احنا عندنا في مصر كنش لسه اصلا بدأ. بالظبط. ممكن اطفال اصلا ما تبقاش بتتكلم اصلا على سنة ونص، لكن بيستوعب وبيتفاعل معاكي. بالظبط سنة ونص. لانه خد من هو عنده 4 شهور، يعني من اول وعنده 4 شهور ابدا اديله في معلومات، ولا اعرفه اخليه مثلا يلمس الحاجات، يخليه مش شوفها. مش هيلمس. انا هديله المعلومات اللي انا عايزه اديها له بالشكل اللي انا عايزاه. هيجي عنده سنه ونص هيطبق الحاجات اللي انا اديتها له، سواء كان بيتكلم او ما بيتكلمش. طيب انت بتغيري مفاهيم ليتل دومن ده، المنهج اللي انت حطاه انا شايف مكتوب ليتل دومن ده اللي هو العالم اللي انت متاثره بيه جدا. انا خدت الفكره بتاعته، هعلم ابني ازاي، مصرتيها بالظبط. على ايه؟ على جغرافيا، على مجموعه شمسيه، على العناصر الكيميائيه، وكمان جسم الانسان. لو احد علماء التربيه طلع قال لماجي الحاج ان ده بيعمل لود على الطفل، بيعمل ستريس وضغط على الطفل، هرد اقول لا، هو مش بيعمل ستريس خالص على الطفل، وان احنا بنعامل المخ على انه عضله زي اي عضله في جسم الانسان، فلما بنديها معلومات بتنمو. يعني احنا لو جبنا مثلا رياضي بيجري، تمام، هو لو جري مثلا 100 متر دلوقتي، فهو
المرة الجاية هيجري أكتر، فالمرة اللي بعديها هيجري أكتر، ده علشان العضلة بتاعته بقت قوية. هو نفس النظام على المخ، بندي معلومات المخ بيستعيب، ندي معلومات تانية المخ يستعيب أكتر، ندي معلومات تانية يستعيب أكتر، فبندي معلومات مهما ندينا خلاص هو بقى عنده قابلية إن هو يستعيب. الطفل بياخد منك مجهود قد إيه؟ مجهود قد إيه؟ عمرك ما فكرت تحسبيها إن الأطفال دي مثلا الطفل ده أنا قعدت معاه من فترة كذا من فترة كذا، ده مجهود مثلا سنتين عشان يوصل للدرجة دي إن يرد عليها في الكيمياء والمجموعة الشمسية والقارات وجسم الإنسان؟ ما هو أنا بالنسبة لي الكورس مقسماه، فبقعد مع الطفل لغاية ما يستعيد. قد إيه؟ ساعتين. ساعتين بس؟ على حسب الحصة اللي خدها. مش يوميا. أمال؟ يعني ما بيكونش يوميا. يعني في طفل خام دلوقتي عنده سنة ونص، أوكي، أهله عايزين ماجي الحاج يتحول إلى طفل من الأطفال الخارقة اللي احنا شفناها النهاردة دي، يعمل إيه بقى؟ ما شاء الله ربنا يحفظهم جميعا، نعمل إيه بقى؟ هتبدأ إزاي؟ يبدأ ياخد الكورس ده على حسب هو هيقدر ياخد كل يوم الحصة بتاعته، هياخدها كل يوم تمام، وهو مش هيبقى عنده مشكلة وهيستعيب، هبدأ أديله كل يوم. خلال فترة قد ايه هتحوليه لطفل؟ من 4 لـ5 شهور. عندك حدود في المعلومات اللي بتديها لهم ولا طول ما هو بيستوعب معاكي انت عماله؟ انا بديله طول ما هو بيستوعب معايا. ماجي الحاج يعني لو بعد المجهود اللي عملتيه ده كله، هل منتظره مثلا تحقيق ربح او مكسب من انك علمت الولاد بالشكل ده؟ لا انا مش منتظره ربح قد ما منتظره ان احنا نطور التعليم ونخلي يعني هدفنا في الاطفال ونطلع اذكياء من بلدنا، زي ما بنشوف طفل بيبقى من اذكى اذكياء العالم خارج يعني دول أوروبية، فإحنا ممكن نعمل في دول عربية الموضوع ده، خصوصاً إن إحنا هنا في مصر لما بدأت الموضوع ده مثلاً ولقيت إن الولاد يعني قدروا يستعيبوا الموضوع ده، فممكن أكمل معهم وديهم حاجات أكتر من كده. ركزوا كده في الدقائق اللي جاية، ماجي الحاج بتراجع مع ابنها آدم رموز العناصر الكيميائية. الله أكبر، ربنا يحميه. كنت أقول لي جدول الدوري للعناصر الكيميائية كم عنصر؟ 118. طيب أول عنصر الهيدروجين، الهيدروجين 1H، والهيليوم 2HE، والليثيوم 3Li، والبريليوم 4Be، والبورون 5Be، والكربون 6C، والنيتروجين 7N، والأكسوجين 8O، والنقي منه O2، والكربون 6C، والفولور 9F، والنيون عشان إيه؟ برافو عليك. خلي بالكم حتى أحلام الأطفال بقت عجيبة وتفكيرهم في مستقبلهم تجاوز سنهم بمراحل، يعني مثلا مريم عايزة تبقى مهندسة طيران، ومروان ضابط صعقة، وهندة عالمة فضاء، وكرمة طبيبة بشرية، يعني أحلام تتجاوز سنهم بكتير جدا. دي أنا عايز أقول لكم حاجة بقى، أنا عايز كل واحد يقولي نفسه يطلع إيه. خلاص ماشي، أنت قلتيلي في الأول إيه يا كرمة؟ مهندسة طيران. ليه بقى مهندسة طيران؟ هو احنا عشان بنشوف الكواكب وبين عارفين اسمها نطلع على طول كده نشرح الكواكب؟ ها؟ طب عايزة تطلع مهندسة طيران ليه؟ وش معنى مهندسة طيران يعني؟ مهندسة طيارة. قلتيلي عشان مامي ايه؟ تركب معايا. يا خراشي، عايزة مامي تركب معاكي؟ طيب وانتي بقى هندة صح؟ قوليلي هندة، انت قلتيلي انا نفسي اطلع ايه؟ رائد فضاء. رائدة فضاء. طب تقدري تقوليلي يعني رائدة فضاء، طب تقدر تقولي لي عدد الكواكب قد ايه؟ كواكب الشمسية؟ عطارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، لوحة، أورانوس، نبتون. مي صلاح مديرة الحضانة اللي اتنفذت فيها التجربة التعليمية المبهرة وتحمست ليها، وهتكلمنا عن الفايدة من تعليم الأطفال في السن ده. كل الكم ده من المعلومات. شفنا عند حضرتك تجربة جديدة من نوعها في مصر، تعليم أطفال من سن 4 شهور لغاية 3 و4 سنين بيتحولوا إلى كائنات عندها معلومات مش عندنا وإحنا معدين 40. تقييمك التربوي لهذه التجربة؟ والله يا فندم أنا شايفة أن الطفل زي الوعاء بالظبط كده، على حسب ما تديله. التعليم في الصغر فعلا كان نقش على الحجر، الطفل على حسب ما تديله كم معلومات هيكتسبها، بالعكس هيبقى فيه انتر اكشن وفيه تفاعل مع الأب والأم، أنهم يتكلموا مع الولاد، فرصة خصوصا أن التابلتس والكمبيوترز واخدة الولاد شوية منهم، لا في كده وسيلة أن الولد ممكن يتكلم مع باباه ومامته، ممكن يتفاعلوا في مكان أكتر، أنهم يتكلموا في كلام أكتر معاهم، وخصوصا في المعلومات دي. أستاذة مي، لما جات لك ماجي الحاج معها الدليل آدم تقول لك أنا عملت في ابني تجربة كبيرة جدا وقدر فعلا يتعلم معلومات ما ينفعش تتناسب مع سنه حسب ما فهمنا، عايز أطبق التجربة دي عند حضرتك في الحضانة على الأولاد الموجودين، كان رد فعلك إيه؟
والله رد فعلي احنا قلنا الاول طب هنشوف الكلاس وندخل كلاس مع الولاد ونقعد كده شويه نشوف الولاد ايه الاكشن بتاعهم وايه رد فعلهم مع القعده دي، لانهم فعلا منجذبين ليها جدا، حابين يتعرفوا اكتر. ميس ماي برضو دي طريقه تشويقيه جدا، الولاد عايزين يشوفوا الدنيا ماشيه ازاي. اي ميس طب تمام الدنيا هنكمل مع حضرتك. لقيت في وقت قصير جدا الولاد بتكتسب معلومات وكل يوم بتتكلم اكتر، بالعكس يعني حتى رد فعل اولياء الامور ان الولاد ما بقتش تعتمد بشكل اكتر، بقت تنجذب اكتر، بقت تتكلم مع بابا في مواضيع بابا مثلا نفسه ما كانش عارفها. طب تمام حلو جدا. اسئله الولاد بعد كده اتطورت انهم بيسالوا عن اسئله بتدور في جسم الانسان، هم اللي فتحوا معانا كمان المواضيع. واضح انك فرحانه بالتجربه. طبعاً. ومبسوطه انها اتعملت عندك في الحضانه بتاعتك في مدينه حلم ونجحنا فيه. خدنا بقى الولاد دول وعرضنا تجربه على وزاره التربيه والتعليم، على وزاره التضامن الاجتماعي اللي بتتباع الحضانه. لا للاسف ما حدش يعرف بالتجربه دي، ولسه صوتنا ما وصلش للناس دي، فيا ريت تكون احنا عاملينها لاولادنا. لا نبغى شيء غير ان احنا نعلم اولادنا. بالظبط، احنا كان الهدف الاساسي ان احنا نثبت ان الطفل فعلا بيكتسب مهارات، فعلا الطفل ممكن يديله على حسب ما بتدي اكساب للطفل بالمعلومات الطفل فعلا بيتحملها. طيب لو قلت لك ان تجربه زي دي حبينا نعممها، سهله ان احنا يبقى عندنا منهج نعلمه في كل المدارس للسن ده، بحيث ان احنا لما بنلاقي طفل فيه نوع من العبقريه بنقلب الدنيا وبنقول ده يستحق ان يدخل الجامعه، وفي العالم بيدخلوه جامعات وفعلا بيخرج معاه دكتوراه وعمره 14 و15 سنه. ممكن يحصل الكلام ده في مصر؟ طبعا انا شايفه ان الموضوع ده موضوع ان اطفال فعلا، بس موضوع اهتمام من الاب والام بالرعايه في البيت، واهتمام بالمدرسه، ووضع منهج يستوعب الاطفال فعلا عندهم قدره استيعابيه عاليه جدا على حسب ما انت هتديله. موضوع التعليم في الصغر كان نقش على الحجر فعلا، لو الطفل اديت له منهج دلوقتي وعرفت له الاساسيات لما يكبر في الثانويه العامه هياخد معلومات هتبقى بالنسبه له حتى مخففه، عنده باك جراوند عنها يقدر يكمل عليها بعد كده. منهج ماجي الحاج بسيط وممتع للاطفال، وبيعلمهم القرايه في سن مبكره جدا، وايمانها بفكره خبير التعليم دوما خلاها تتفرغ تماما لمنهجها الجديد وتتبنى فكره بان الطفل بيتعلم من الشهر الرابع، بيبقى عنده القدره على القرايه وعمره 18 شهر، يعني مش بيبدا التعليم زي ما احنا متخيلين عند سن 6 سنين وبيبقى عايز يتعلم، لا ده كمان بيبقى عايز يتعلم وبأقصى سرعه.